تنطلق غدا الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني، وذلك لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي والذي يضم 5 لجان فرعية. ومن المقرر أن تعقد غدا 4 جلسات، 2 منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والجلسة الثانية عن تحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني.